السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، وياكم الدكتورة ميس جمال، ومحاضرتنا اليوم إن شاء الله بعنوان The Periodontal Pocket. تمام، هي المحاضرة رقم 12 ضمن منهجنا. بداية للموضوع نحتاج نعرف some of the basic of the pathogenesis of the bone destruction. The pathogenesis in the pocket formation process is actually the body's reaction to any injury or invasion by the microorganisms. So the inflammatory process that occurs in periodontitis results in permanent destruction to the tissues of the periodontium. يعني احنا سابقا ناقشنا هذا الموضوع وقلنا بعد ما فهمنا موضوع الميكروأورغانيزمز اللي هي بيسك للبكتيريا وموضوع الاميونيتي اللي هي مقاومة جسمنا للمرض، وقلنا انه هي فد انتراكشن بيناتهم الاثنين. للأسف في بعض الأحيان البكتيريا تؤدي إلى permanent destruction بالبيريدونشيوم، وهاي الحالة الانفلاماتوري بروسيس اللي أدت إلى permanent destruction أطلقنا عليها اسم مرض البيريدونتيتس. فبالبيريدونتيتس أنت اللي يصير عندك destruction بالdifferent tissues of the periodontium including the gingival tissues, the periodontal ligament and the bone. يعني دائما تحط ببالك إنه من أكو periodontitis لازم أكو destruction للPDL والبون. So this section discusses the patterns of the bone destruction that occur in periodontitis. The pattern of bone destruction that occurs depends on the pathway of inflammation as it spreads from the gingiva in the beginning and eventually into the alveolar bone, which is very important to understand the changes that occur in the alveolar bone. يعني احنا خلال عملية الديزيز اللي هو periodontitis دي يصير عندك انماط مختلفة من الديستركشن دي يصير بالبون. ليش دي يصير أنماط مختلفة؟ ليش مرة دي يمشي بطريقة أبسط أو horizontal ومرة لا دي يدخل deeper أكثر؟ هاي يسموها the pathways of inflammation أو the pathway of spread of inflammation. بداية نحتاج نعرف البعد الطبيعي بين الgingival margin أو crest of the alveolar bone والjunctional epithelium. بالحالة الطبيعية يعني شخص healthy أو حتى بالشخص اللي عنده gingivitis المفروض the crest of the alveolar bone should be located approximately 2 millimeters apical to the cemento enamel junction. السمنتو enamel junction هي منطقة التقاء الكراون مع الروت. أوكي، فالمفروض أنه أني هاي المنطقة بعدها عن قمة أو ارتفاع الالفيولار بون تكون 2 مليمترز بالحالة الطبيعية، بينما بالبيريودنتيتس لا حصير أعمق وتكون مختلفة. لاحظوا وياي هاي الصورة، شوفوا بالحالة الطبيعية اللي هي الصورة الفوق الأولى، شوف الجنجيفال مارجن ولاحظ السمنتو انيمال جنكشن اللي هي منطقة التقاء الكراون اللي هو لونه أبيض مع الروت. إيش قد البعد عن البون؟ البون اللي هو اللون الرصاصي the crest of the alveolar bone بالحالة الطبيعية وحتى بالجنجيفايتس هي 2 مليمتر. ليش بالجنجيفايتس هم؟ لأنه الجنجيفايتس إحنا قلنا هو التهاب بس بالسوفت تشو مال اللثة ما أثر على البون، بس المرض إذا يأثر على البون والبي دي ال إيش سمينا؟ سميناه بيريودنتيتس. فإذا بالحالة الطبيعية والجنجيفايتس أنت بون هاي دائما ممكن تجيكم يعني تغلطكم بالإم سي كيوات، بينما لاحظوا الصورتين الوسط والأسفل بالحالتين صار عندك بعد بين النسيج الرصاصي اللي هو البون والسمنتو انيمال جنكشن اكثر من 2 مليمتر. فبهالطريقه هذه صار عندك كومبرومايزد التوث، يعني التوث بعد ما عنده سبورت من البون. فتلاحظ انت بالحاله الاخيره، شوف بالصوره الاخيره حتى التوث ممكن يكون لوست فقدناه بسبب انه اني البون سبورت فقدته. واضح؟ طيب نرجع نكمل. The patterns of the bone loss يعني أشكال البون لوس هذا شو ممكن تكون؟ هي اثنين، ملخصة باثنين horizontal و vertical bone loss. تمام؟ First you have to always make points of similarities or differences between these two patterns. يعني أنت دائما تحط بالك شو نقاط الاختلاف والتشابه بين ال two patterns of the bone loss، ودائما تجينا مقارنات بيناتهم. حناخذ الأول اللي هو horizontal bone loss. In the horizontal bone loss, this type is the most common pattern. أكثر نوع شائع هو ال horizontal. This type also results in even overall reduction in the height of the alveolar bone. يعني يكون متساوية من الجهتين بالنسبة للتوث involved كمية البون لوس اللي صارت. And this is very important. This type of bone loss
results or produces a supra bony pocket. هسه حنشرحها شنو السوبرا بوني بوكيت، بس انتبهوا لي. الهوريزنتال يكون most common pattern، أكثر شيوعا، ويكون عندك even يعني متساوي reduction بالheight of the alveolar bone، ونوع البوكيت اللي يكون associated with it اسمه سوبرا بوني بوكيت. لاحظ هنا أنا بهاي الصورة، شوفوا وياي من نزل النسيج الرصاصي بالصورة التوضيحية الرسم، نزل بصورة تقريبا متساوية بين هذول الأسنان المتجاورة، ونلاحظ الصورة مالته بالأكس راي تشوفون من الجهتين كأنه نفس الكمية اللي صارت من البون لوس. إذن هذا نوعه هوريزنتال بون لوس. شنو اسم البوكيت اللي أسوشيتد وياه؟ أسميه سوبرا بوني بوكيت. طيب ننتقل للفيرتيكال بون لوس. بالفيرتيكال النقطة الأولى الاختلاف إنه هي less common، هذا أقل شيوعا. الvertical bone loss يحدث من الhorizontal. And this type of bone loss results in uneven reduction in the height of the alveolar bone. يعني ما راح يكون متساوي كمية الdestruction الصايرة بالبون، مثلا medial وdistal أو buccal ولينجوال، مو شرط ما راح يكونوا متساوين بالvertical bone loss. So it results uneven reduction in the height of the alveolar bone with bone resorption progressing more rapidly in the bone next to the root surface. So, vertical bone loss, sometimes known as angular bone loss. Angular من angle يعني بزاوية كأنه، يعني كأنه مثلث الشكل. إذن اسمه الآخر هو angular bone loss. هذا هو vertical bone loss. This uneven pattern of bone loss leaves a trench-like area of missing bone alongside the root. Trench-like يعني مثل الخندق صار من البون لوس قريبة على root surface، خندق تآكل كله من البون. This type of bone loss results infra bony pocket. Infra bony يعني قاعدة البوكيت صارت infra bony، صارت تحت المستوى العام مال البون. هذا معنى كلمة infra bony. بينما supra bony معناها قاعدة البوكيت هي coronal للليفل أو الكريست of the alveolar bone. نجي هنا شوية نقربها، لاحظوا وياي هذا هو الترنش لايك تشوفون هنا الكريست اوف ذا الفيولار بون صايرة اللون الرصاصي، والجنجيف هاي كلها هي اللون الوردي. لاحظ انه قاعدة البوكيت الوردي نزلت كلش ديب هاي القاعدة، بحيث صار عندك انفرا بوني بوكيت قياسا للكريست اوف ذا الفيولار بون. لاحظ هنا بالاكس راي تشوفون كأنه أكو مثلث أسود، هذا هو الvertical أو اسم الآخر قلنا الangular bone loss، لأنه ديتآكل بصورة غير متساوية.